هلا فغيت. شالوم. شالوم أدون حايم. نو ما خداش؟ أخبار منيحة وبتسرق كتير وبتريح إسرائيل كلها. بتغيخ إسرائيل؟ يدارت شموتش المخبلين خدشين؟ عرفت اسم شخص واحد بس. راك إخاد؟ راك إخاد، بس هالشخص مش شوي، خطير كتير على دولة إسرائيل. نو ما شمو؟ عرفيني اسمه. المخرب سعيد فاروق عزام. أنا فاروق عزام أبو سعيد اللي عمره صوته ما عيلي بالحارة إلا بالحق. يجي إخوانك الاثنين ويعلوا صوتهم بالحارة ويفضحوني. بتضلك فاروق عزام ولك كلمتك وهيبتك بين الناس. لا ظل كلمة ولا ظل هيبة، صريخنا وصل لآخر الحارة، إخوانك سود وجهي يابا. ما عاش ولا كان ليسود وجهك يابا. بعدين عادي، كل بيت ورا حيطانه مستور، بس انت ارتاح ارتاح وما تضايق حالك. كيف ما بدي اتضايق واخوانك الاثنين مو مصلين على النبي؟ كانوا حيذبحوا حالهم قدامي. سعد غضب بيهمش يابا، بكره بيتصالحوا بيرجعوا حباب. هدول اخوان بيستغنوش عن بعض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يهديهم يا رب، الله يهديهم. طيب انا قايم احضر لك لقمه تاكلها. لا يابا لا، مالي نفس. حتى من ايدي مالك نفس؟ بدي اقوم اشوف ابو غسان شوي. طيب انت قوم ولما بترجع بتلاقي الاكل جاهز. الله يسعدك يا يابا يا وسام. الله يسعدك ويوفقك. والله اللي بشوف قتالهم بقول ما هن اخوان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مهما كان يا سعيد هذا بيضل اخوك. فهميني اسامة، هذا مش اخوي. مش اخوي، هذا اللي برا مش اخوي، لا من امي ولا من ابوي. إخوان من نفس الأب والأم، بس من طول عمرنا مختلفين، حتى بالانتماء الحركي مختلفين. أسامة أنا ما عاد فيني مخي استوعب شو تبي تقول بالضبط. أنا ماني فاهمك، شو تقصد؟ يعني أنا من حركة وهو من حركة ثانية. عليه بس شنو تعريف الحركة عندك؟ يعني مثل الحزب. سبحان الله، الحزب اللي أنا بنتمي لإله والحزب اللي بينتمي له هو كمان مختلفين. بعد هذا معذر يا أسامة، حتى لو كنتوا تنتمون لحزبين مختلفين في الأفكار والتوجهات تبقون أنتوا إخوان من دم ولحم، متشابهين في كل شيء. اللي بيقول لك إنه في اثنين بهالدنيا بيتشابهوا بكون عم يكذب عليك. معقول هيك الأحزاب تفرق الأخوة عن أخوه؟ المصالح بتفرق الأخوان والسلطة بتفرق الأخوان. بضلش إشي بهالدنيا ممكن يجمعنا، لا بيت ولا وطن حتى صلة الرحم. ما بيضل غير الله الوحيد هو اللي قادر يجمعنا. يا خلاص ريح نفسك، اشتري دماغك، خليك حر، لا تنتمي لأي حزب من الأحزاب. بهاي البلد
ما بتقدر تعيش بدون أحزاب. الحزب شر لابد منه، بعدين صار ضرورة سياسية. الحزب عامل مثل القبيلة، القبيلة اللي بتحميك، القبيلة اللي السياسية اللي بتحميك وبتحمي مصالحك، بتحمي أملاكك، بتحمي وظيفتك. الحمد لله احنا غير، احنا موضوعنا غير. احنا عندنا بالكويت قبيلة، هم أهلك، هم عزوتك، ناسك، أمك، أبوك، أختك، أخوك. أنت عندك أخوان؟ كان عندي، كان عندي الله يرحمه، مات هو صغير في حرب 82 على لبنان، لما اجتاحت إسرائيل اجتاحت كل لبنان. يعني إلك ثار عند الإسرائيلي؟ ثار؟ عند الإسرائيلي؟ بتروحين؟ شو رح نسوي؟ ما بعرف وين بدي اروح، ولا بعرف شو بدي اسوي. حاسه الدنيا كلها مسكره وشي، حاسه حالي كاني واقفه لسه الدنيا، لا لي قدراني استمر، لا لي قدراني ارجع. انا كل اللي خايفه عليه بهالدنيا انتي. انا خايفه عليكي انتي، خايفه اتركك بهالزمن الغدار لحالي. يما حبيبتي لا تخافين علي، لا تحاتيني. انا استهدي بالرحمن يا سعيد. يا عمي الحق، يا عمي يا عمي الحق ابنك يا عمي. شوفي يا عمي، شوفي شو مالك بتصور؟ مالك يا فايزي؟ وسوين عمي؟ رح عند ابو غسان قولي لي ايش مالك. بده يقتل اخوه، بده يقتل اخوه يا وسام. اهدى يا وسام اهدى. الظاهر انه اخوي مش ناوي يجيب هالبرد. سام انا قلت لك من الاول خلني اروح، خلني امشي. انت اللي يا زلمه انت مش وقتك هلك. ايش بتسوي زين؟ ايش بتسوي؟ حتى الله يا سعيد، حتى الله. خليك قاعد هون بالغرفه، ما تطلعش لبرا. اسامه اسامه حتى الله يا سعيد، حتى الله. انقلع الجواب من وجهي هسه، انقلع من هان. اسامه نادي لابوكي بسرعه بسرعه. بحكي لكم انقلع من وجهي هسه. الله يخليك يا سعيد، ارجع. عم توقفي بوجهي؟ اسمع ولا هسه بده بغلط تطلع برات الدار.
يما 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 وينك يما؟ يما وينك يما؟ جاك انا بطلع من البيت خلاص انا بطلع. عيب يا سعيد عيب استهدي بالرحمن يا اسامه صلى على النبي انت اخوان. فوت انضرب جوا فوت انضرب جوا يا فايزه. لا مش فايده انت اللي بدك تجي معي عين اللي بيصير. خلص خلص ما حصل الا الخير. يلا يلا سلامات الله معك سلامي قلبي الله يسلمك. أسامة مش دخلك فوت انضبط غرفتك انت الثاني احسن ما فضيها فرد براسك. أسامة عشان خاطري انا اوكي عشان خاطري تعال اهدى اهدى صل على النبي صل على النبي. استريح اللهم صل على النبي. هدي نفسك هدي هدي هدي. فين هذا بنيتك؟ أسامة عطنيها أسامة عطنيها. قوم معي سامي
سامي قم معي. سامي انت قم معي. سامي سامي اصحى اوكي اصحى ركز عليه 20,000. هو شنو سوى؟ أنا العقل المدبر وهو اللي نفذ وبس. Sarah?
صاير؟ شو في؟ شو صاير؟ قولوا لنا ايش في؟ بعد ايش في؟ بعد قولوا لنا ايش في؟ هذا بيتي، بيتي انا. مشان الله بعد هذا بيتي، بيتي مشان الله. ليش عبد الله؟ ليش سويت فينا كذي؟ عبد الله أنا لما طردتك من البيت كنت تعبان. عبد الله عبد الله أنا لما كنت أدش بس أدش غرفتك بس وما أشوفك فيها، تعرف شنو كان يصير فيني؟ شوف شوف الغرفة فاضية وأنت مو موجود فيها. والله لو كنت تدري كان تبكي من المعدم. يبا أنا ما قدرت، ما قدرت أتحمل اللي صار، ما تحملت أكون سبب موت أمي. ما تحملت وقفت قدامك واتهم أمي بالخيانة. شنو؟ يعني أنت ما شفت شيء؟ يعني أنت اتهمت أمي ما شفت شيء؟ تكلم يا عبد الله، الله يخليك تكلم. طول غيبتك وحنا نبعد هالسالفة من بالنا. مو مصدقين من الحكي اللي قلته عن أمي. حرام. والله حرام عبد الله. حرام عليك. حرام عليك اللي قاعد تسوي فينا. زين قول. تكلم قول أي شيء. عبيد. الكلام اللي قلته عن أمك صح ولا غلط؟ سجن 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 في أحد كان غرفة أمك؟ قول عشان أرتاح. تحت جعبيت عبيد. عبيد تكفى ريحني. أبوك تعبان. قول قول أي شيء عشان أرتاح. حرام عليك. ريح قلب أبوك. تعجى قول أي شيء أي شيء علشان أرتاح. فيصل انت صدق تبي تتزوجني؟ نوره ايش فيك؟ كم مره سالتيني هالسؤال وقلتك فعلا انا ابي اتزوجك؟ ما ادري ماني مصدقه اني بصير مرتك. احس كنه حلم. خلاص يا نوره. الحلم هذا اللي تقولين عنه صار حقيقه. بس ما كان مبين عليك. يعني ابي افهم يعني شلون ما كان مبين علي؟ انك تحبني. لا. انا اقول لك اياها بصراحه، انا ما كنت احبك. نورا اسمعيني، انا شخص دبلوماسي وممكن اتكلم في التجاره في مجال السياسه بطريقه دبلوماسيه، بس في حياتي الخاصه وفي حياتي العامه لا، اتكلم الحقيقه والصراحه. كنت عارفه ان طلبك بالزواج مني مجرد تعاطف او يمكن احساس بالذنب. لا هذا ولا ذاك، وانا اقول لك اياها بكل صراحه يا نورا، لو ما كنتي انت زوجتي كانت بتكون واحده ثانيه. أبيكم كلكم تسامحوني،
كذبت عليكم واتهمت أمي. إيه كذبت عليكم. بس أنا شفتها بعيوني، شفت الريال وهو ينحاش من البيت. لا يبا أنت ما شفت أحد. أنا اللي اخترعت هالكذبة. عبيد عبيد لا تكذب علي، عبيد لا تكذب علي مرة ثانية وتحاول تبري أمك. أمك ماتت خلاص، ماتت وخذت حقيقتها معاها، سواء كانت مذنبة ولا بريئة ما تفرق عندي. اللي يفرق عندي شيء واحد بس، إن نرتاح كلنا، نبي نرتاح، نبي نعرف الحقيقة علشان نرتاح. يبا صدقني، كلكم كلكم صدقوا، أمي ما سوت شيء، أنا سويت كل هذا. كنت أبي أسافر للعراق، وكنت أدري إن ما حد فيكم راح يرضى. طموحي كان أول كويتي يروح يغطي الأخبار هناك، ما كنت أدري بيصير كذي. صدق إنك واطي و... فواز! احترم أخوك العود، هذا مهما كان أخوك لازم تعرفون إن البيت هذا لاحتراما. إذا عبيد غلط هو اللي تحمل نتيجة غلطه، مو تجي تلومه قدامي. إيه أنا غلط، وتحمل هالغلطة، لا تلوموني، أدري إنكم ما راح تسامحوني، شو أسوي؟ مشتاق لكم، جيت عشان أقول لكم الحقيقة وشيل الشك اللي زرعته بقلوبكم وريحكم. إيه ريحكم. ومن قال لك إن إحنا ارتحنا؟ ها؟ أنا ما راح أرتاح إلين أنا أعرف الحقيقة. يبا صدقني اللي قاعد أقول لك إياه هي الحقيقة. لا لا مو الحقيقة، أنا عارف إن الحقيقة شيء واحد بس، إن هناك أكو ريال كان بغرفة أمك. لا يا يبا، يبا أنا ما قاعد أكذب عليك. لا قاعد أكذب، ما أقدر أخدع عيوني وأقول إني ما شفت الصورة اللي شفتها، اللي صارت بذاكرتي عمرها ما راح تمسح من راسي أبد. منو؟ قوم يا سعيد، قوم قوم يا حبيب قلبي، قوم يا سعيد، قوم قوم يا سعيد، ارد علي يا سعيد. Thank you.
عبيد. عبيد انا ما بملك شيء غير انك تقول الحقيقة بس. يبقى هذا الحقيقة، هذا اللي شفته. ايه شنو؟ تكلم. يبقى هذا رفيجي وانا كنت متفق معه. ها؟ شنو؟ متفق مع رفيجك علشان تدخل غرفة امك؟ لا يا يبا، هو لا يعرفها ولا شافها. انا جبته من الباب لغرفتي اتفقت معها على الخطة. لما طلعت امي كنت اصارخ. تصرخ عشان تفهمنا انه كان بغرفة امي، مو كذي؟ لما شفتكم طلعتوا من غرفكم قمت اصارخ والحق رفيجي. رفيجي اللي شفته. ايوه عبيد، ليش؟ ها؟ قل لي ليش؟ عبيد قل لي ليش؟ ليش كل هذا؟ ها؟ يعني كل هذا علشان شنو؟ علشان تسافر العراق؟ يا اخي تقدر تسافر يا اخي، ومن هم يمنعك اصلا؟ تقدر تسافر باي وقت انت تبيه من غير ما تسوي هالتمثيليه هذه وتضيعنا كلنا. ليش؟ ليش عبيد؟ ليش؟ يبا صدقوني انا ما كنت ادري بيصير كذي. تكفون، ما ابي احد يسالني. شلون ما نسال؟ شلون ما نسال؟ فهمني شلون؟ شلون ما نسأل؟ مو لازم نسأل كذي تهدنا وتطلع وتمشي وتخلينا حق ظنوننا وشكوكنا وتقولي لا تسألون؟ زين قول لي انت من اسأل؟ قول لي من اسأل علشان تريحنا. يبا صدقني، انا بنفسي ما كنت اتوقع راح يصير كذي. انا قلت امي بتزعل مني يومين وانا اسوي نفسي زعلان واطلع من البيت. حرام عليك، حرام عليك، حتى بيش ما افكر مثلك. بس ما ابي اسمع اي شيء عن هالموضوع، انتهى خلاص. لانه خلاص امكم راحت، الحجي هذا كله ما منه فايده. عبيد اطلع، اطلع عبيد اطلع. اطلع غرفتك. تكفى عبيد. تكفى. حاول انك ما تخليني اشوفك. ما ابي اشوفك.